على كل حال الصفحة اللي عرضت فيه امبيلو ده ولا اسمه منو، انت كان عملت معه قبل كده، عملت له استضافة اتكلمت معه. وتاني في صفحة بتاعت في تاني في اسمه ده القائد بتاع الجنجويد اسمه جوجا ولا اسمه شنو ده بتاع التمام، قال انت عرضت برضه له صور قاعد بيتكلم وبيتكلم بالتهديدات جدا جدا وما اشبه ذلك. دار اقول نعم. اول حاجه، دار اقول لمواقعي اتفاقيه استسلام، نعم. ناس وقعوا اتفاقيه بتاع استسلام ده هم من اعترفوا بقوات بتاع التمازج اللي هو دي كان قوات معارضه جهاديه. من المفترض يمشي يشوفوا مع التشات بتاعهم وين. طبعا لقوا تشات مو هار المهار مالي بقول ما عرفوا يمشوا غادي، قالوا ما علينا الا ننتموا لهمتي. طبعا هم العرب الجايين من برا الدخلاء اللي لملموهم من برا كان لاسقاط نظام بتاع المرحوم ادريس دي بي. وطبعا هم عارفين اسقاط ادريس دي بي طبعا ما حاجه سهل، طبعا هيطفوا ثمن غالي جدا. ويهو طبعا معروف الدرس اللي قنته لهم قوات الابطال بتاع التشاديين، الدرس اللي خنوا لهم طبعا درس ما له نايده. حتى الجرحى بتاعهم رفعوهم شحنوهم في عربات 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 جابوهم بعالجوا فيهم في زرو اللي اهمتي طلعوا قاعدين بعالجوا مرضاهم حسي هناك. نعم يبقى تصور بقلم المهار ما بضرب الله ابو فوق. لذا الناس ديل جو هنا وطبطبوا مع هيمتي، وهيمتي هو الرائي بتاع المنظومه الارهابيه في دارفور، واغنى المواقي اتفاقيه استسلام بتاعنا ديل بانه الناس ديل برضه معارضه وعرب وشنو ويخش معاكم ودخلهم. رغم ان هم الخوات الحركات الموقعه لاتفاقيه استسلام هم عارفين كويس بانه الناس ديل هم المجرمين اللي هم قاعدين بيهربوا فيهم ذاته، لكن اتفقوا انه بكيكه بلاقوه في النص واتفقوا بانه الناس ديل يخشوا معاهم سوا ودخلوا الناس ديل سوا. كلام اللي انت جبال قاعد تقول لجوجا بانه اللي هو ده اللي قوين وما اللي هو اللي قوين، كان تسال هو همتي زي ممزاته رأي ايبل ده الفريق اول ده اللي قوين يا احمد، عشان شعب السودان يعرف. وانا هنا اتكلمنا كثير جدا عن الناس ده، من المفترض ناس يخطوا الكلام ده في عقولهم. انا جبال كنت متكيف منك شديد لما انت قاعد تجلد في الشعب السوداني ذاته بانه يفطوا دماغهم ده. همتي وجنجويد وميليشيات القتله ديل هم اللي احتلوا السودان، السودان محتل، لكن الناس ما جايبه خبر بانه السودان محتل. السودان محتل من قبل جنجويد، دارفور ده ما خليه، السودان كله احتله تحت الاحتلال. السودان بدكاتره بتاعه، بمعاقين بتاعه، بمعلمين متعلمين بتاعه، بمثقفاتيه بتاعه، بكتابين بتاعه، بمجرمين بتاعه، كله جنجويد احتلهم محتلين. قاعدين تحت رحمه بتاع جنجويد. جنجويد سيطر على الاقتصاد السودان، سيطر على القوة العسكرية بتاع السودان، سيطر عليه، والشعب السوداني ما قادر يخلع الناس ديل من الحتة ده. ده كلام يا رفيق أحمد من المفترض كل الشعب السوداني يعرف. أنا هنا طلعنا عدة لايفات سألنا الجيش السوداني بأنه يا جماعة هل ممكن زول ملكي زول مدني زول أجنبي ما سوداني ذاته زول أجنبي يلبسوا فريق أول ضابطنا بتاع كلية يحيوا؟ الكلام ده انا سالته في لايف قبل كده، قلت ما من المفترض زول اجنبي وفي نفس اللحظه ملكي ما بعرف عسكريه من كوعك لبوعك ما بعرفه. انا اتكلمت قلت له يا اخوانا زول ده قيام نفر البياده ما بعرفه، ركبوا له فريق اول. انا هنا وكيل الريف بتاعنا يستحق بانه يهيئ خالد عابد؟ وكيل الريف بتاعنا ما يستحق يخيئه؟ يا اخي انا هنا جندينا اللي اتدرب عسكريه ما من المفترض يهيئ في متي جندي، بس جندي لانه ده زول بعرف عسكريه ودربوه واهلوه وروه عسكريه ده شكله كيف ومعناته كيف، ما من المفترض هي همتي. همتي هو شنو؟ همتي هو اجنبي وفي نفس اللحظه الزول ده مرتزق. في واحد اسمه معلش المقاطعه معلش معلش من المقاطعه يا استاذ، في واحد اسمه صلاح عبد الكريم وطبعا قال لك هنا مني اركو رفض تمازج. ما رفض تمازج ولا اي حاجه، نقول لصلاح ده ما رفض تمازج ده ولا اي شيء. مني لو كان رفض تمازج مني ما كان قاعد في اتفاقيه بتاع جوبا. جبريل قاعد في اتفاقيه بتاع جوبا، الهادي قاعد بكل رماتهم ديل قاعد في اتفاقيه جوبا،
الطير هاجر قاعد في اتفاقية جوبا، الناس ديل كلهم قاعدين في اتفاقية بتاع جوبا، الناس ديل عندهم كيكة دارين يمشوا كان يحصلوا في الخرطوم وبالفيل. الديناصورات الكبار بتاع الحركات ديل كل ما في ديناصورات في أي حركة عند الديناصور الكبير بتاعهم والتهت بتاعهم بم كل ديل اتفقوا بإنه يا أخوانا أنا نمشي نلحق الكيكة. هل كيكة بتاعهم ده ذاته في الخرطوم اللي هجوما اللي هجوما أنا ممنع يهود الزول أنا استضفته يا الزول اللي انا استضفته وتابع للجبهه الثالثه التمردي يا واصلا يكون جاي من ليبيا عن اللبسه دي والحاجات دي حاجات ليبيه يعني ديل كلهم مرتزقه اجانب ما سودانيين ذاته ديل اجانب ما سودانيين تحديدات حقه الليله واقف ذاته مع الجبهه الثالثه التمردي خلاص الليله ذاته قاعد شايفه جبال واقف مع ناس الجبهه التمردي ديل مرتزقه بتاعت الشعب ديل ما سودانيين ديل مرتزقه بتاعت الشعب للشعب السوداني ده هنا ورينا قلنا يا جماعه الناس ديل مرتزقه بتاتشات ديل مرتزقه اجانب ديل تشادين احتلوا السودان انه الشعب السوداني يفتح مخه ده يخلي باله ده كويس يا اخوانا بلدنا محتل من قبل ميليشيات من قبل مجرمين قتله كانوا بيرتكبوا جرائم في دارفور ويا ناس باقيه السودان امسكها من الشرق وانت ماشي من شرق دارفور وانت ماشي باقي الولايات ديل كلهم يجب ان يعلموا بانه ان احنا الناس ديل حاربونا 20 سنه قاعدين بحاربوا فينا حتى بعد ذاك وصلوكم انتم في الخرطوم ووريناكم يا جماعه الناس ديل مجرمين ناس قتله عمر بشير جابوا من نيجر ومن مالي ومن موريتانيا ومن ليبيا ومن شتى دول افريقيا ولملمهم بتريك هيمتي جابوهم عملهم سودانيين هسه فتحوا لهم بوابه بتاعت انه الرقم الوطني جنسيتنا الجنسيه الاصلي السوداني لغوا امر حاجه اسمه رقم وطني الرقم الوطني ده ذاته شنو اجبروا الناس بانه الناس تطلع رقم وطني بدل جنسيه يعني الجنسيه السودانيه تم الغائه تمام عمر بشير هم من لما يلغي الجنسيه السودانيه او هم من بلغوا الجنسيه السودانيه بيجوا بيعملوا لنا رقم وطني يا ترى رقم وطني ده ما عندنا علينا عشان تمشي تطلعوا لك جنسيه في السودان مطلوب منك شهود وثاني وثالث وامك امك ابوك يا تو حتى نيجي يطلعوا لك الجنسيه. اليوم الرقم الوطني بخطه خاتين جنجويد وخاتين مهندسين بتاعوا اللي بيطلعوا الرقم الوطني جاء جنجويد جايبين هم عارفين جابوه من برا شغالين بس رقم وطني شغالين رقم وطني بيسلموك الرقم الوطني وبيمشوا. يا كومرة احمد انا يعني الكلام اللي قاعد نقوله ده ما كلام مزيف كلام حقيقي الناس دي بداخلوا عن بلدنا بالالاف قدهم بيطلعوا لهم الرقم الوطني بانهم سودانيين انا حاجه اسمه رقم وطني ذاته ما بنعرفه انا بنعرف جنسيتنا القديم واي ظل من المفترض ان اي حكومه جايه يرجع جنسيه سودانيه ويبدا التحقيق في اي ظل عنده رقم وطني ده يبدا فيه التحقيق سوداني سوداني طيب معلش يا استاذ في واحد انا لانه بقرا التعليقات في واحد رد عليك قال لك يا اخي الجنسيه السودانيه موجوده بوين لغوا وطلعوا الرقم وطني هسه شغال رقم وطني الجنسيه السودانيه تم الغاؤه تماما ده زول عايش برا من السودان عايش برا من الوطن ده زول ما عنده فهم للوطن ذات الجنسيه تم الغاؤه من بدري جدا عمر بشير لغاه قبل ما يطير ذاته وامر حاجه اسمه رقم وطني ده الرقم الوطني هو ماشي هسه حاليا جنسيه السودانيه تم الغاؤه لو ما بعرف خليه يفهم جنسيه تم الغاؤه الشعب السوداني عليهم ان يفهموا بان السودان محتل من قبل جنجويد قتله مرتزقه اجانب جونا من برا ويا احمد الشعب السوداني لو ما استعد لحمل السلاح للدفاع عن نفسهم وللدفاع عن وطنهم وده باظ انتهى لذلك ان احنا اهلنا البسطاء الموجودين في دارفور اللي النكبه بدا فيهم هم اي مواطن في دارفور ان احنا ما علينا الا نحارب من اجل وطننا كدارفور بانه نرفع القتله من هواكيرنا ومن ولاياتنا ومن اراضينا القتله ديل لابد نستعد لحربهم ما في حاجه اسمه سلام في حاجه اسمه استسلام يخوفوك يدقوك يكتفوك يخطوك تيت او كمان انت بقيت انتهازي بقيت مريض يكتفوك يدوك قروش يجيبوك مشوك تبعت همتي منو في السودان عشان اليوم همتي هو يكون الديناصور الاول في السودان هم هنا هنتي جا 200 في السودان ده تاريخه معروف دخل 200 في السودان ده عمر بشير جابه كيف ناس بعرفه دخل في السودان ده كيف بعرفه هل يا اخوانا السودان ده بقى غابه
كان السودان كله بقى غابة. يا أخوانا عليكم يا أولاد دارفور، شيلوا دارفوركم، سودانهم ده قلمتي ينهرق خاري خاري. أنا حقا لما نخلو ناس الشرق شيلوا شرق بتاعكم، ناس الجنوب شيلوا جنوبكم، جبال النوبة شيلوا جبال النوبة بتاعكم. كده نشوفوا جنجاوي ده بيكونوا قاعدين وين في هاتو حتة، يكونوا قاعدين في الخرطوم ولا وين يكونوا قاعدين وين؟ دارين نشوفوا خرطوم ذات بكرة بصر الله وسيارو أها يكونوا وين جنجاوي ده؟ يا أخوانا هاي شعب السودان تعال نستعدوا لحرب الجنجاوي ده. بعد ذاك علينا نقعدوا نشوفوا الزور اللي يحكم السودان ده منو نجيبوه أنا هنا، ما بجينا على كيفه، ما بجي بفرض لنا نفسه أنا هنا. بعدين نقعدوا في الطاولة يا جماعة هاي نجيبوا يا أخي أحمد كسر، لا لا أحمد كسر ما دارين، نجيبوا هارون، لا لا هارون ما دارين، نجيبوا أبكر، لا لا أبكر ما دارين، نما نتفقوا نجيبوا زول اللي هنا دايرين كشعب سوداني، نجيبوا زول اللي هنا دايرين. لكن همتي ما يفرضوا لنا همتي، همتي أجنبي كيف نعترفوا به وبين السوداني؟ كيف نعترفوا به ونلبسوا جنرال؟ يا جنرال جيش السوداني يا نايمين يا ميتين، همتي منو يديكم اوامر يا جنرالات بتاع الجيش السوداني يا علماء الجيش السوداني يا شعب السوداني المثقف المؤهل الفاهمين؟ همتي منو اللي مركبين لنا همتي؟ همتي في السودان ده همتي منو؟ عليكم ان تعرفوا همتي اجنبي دخيل على السودان، ده مريض دخل على السودان بحكم القتل والنهب والصلب وبسلب ممتلكات بلدنا ودي بيبيعوا برا. الثروه بتاع دارفور البنهبو ده يا شعب السوداني بينفعكم انتوا ذاتكم في السودان ده، برفع مننا البلاء بتاع الاقتصاد الوقع فوقنا والدمار بتاع الاقتصاد الوقع فوقنا. الذهب الهيمتي بسرق ببيل امارات ده يا اخي ده يترفي يا جماعه، امارات بيجيب له هيمتي سلاح وبيشيل ذهب عليك. الله يا احمد هل تتخيل امارات جاب طياره قال انه مويه للسودان؟ عليك الله يا احمد تتخيل الكلام ده؟ امارات دي بيفتكروا الشعب السوداني ده الاغبياء للدرجه ده بانه بغشونا بانه جابوا طياره قال بانه طياره مليانه مويه صحه بانه يوزوا للشعب السوداني بانه السودانيين المياه خلاص قفلت وما في مياه في الخرطوم وقال جابوا مويه للسودان؟ طياره دي جابت السلاح وجابت الذخاير ورفع ذهب بتاع هيمتي فات بيو، الكلام ده معروف والدنيا دي كله بعرف الكلام ده. طياره بتاع هيمتي رفعوا بيو ذهب، ذهبنا البنهبو من دارفور جا رفع ذهب مشى بيو. بعدين يا احمد غير ده ذاته في كلام مهم جدا انا اقدر اتكلم معك فوق الليله والحمد لله انك استلفتني في الموضوع ده. يا احمد كسلا انا هنا الموجودين بالذات في الدول الاوروبيه ده انا هنا ابناء دارفور وجينا قدمنا لجوء في البلد ده عن طريق الصحيح بانه حصل لنا مشاكل والاوروبيين بعرفوا بانه انا هنا حصل لنا مشاكل واحد اثنين ثلاثه دون اقامات. أنا داير نعرف أولا الجنجويت القايدين هنا ديل هم اللي حصل لهم في رؤى دوم إقامة. أنا دايرين دا نقدم مظاهرة ضخمة داخلية أسمعني للأخير وبعد ذلك نتكلم. أنا هنا دايرين نوصل الكلام ده لروابطنا الاجتماعية الموجودة هنا كله في دول بتاع الاتحاد الأوروبي. الروابط بتاعنا الاجتماعية أي رابطة من اليوم وصايدا وماشين تعملوا برنامج عشان نلم ونعملوا مظاهرات امام وزاره الداخليه الفرنسيه وامام واي دوله يعمل زي ده، هولندا، بلجيكا، فرنسا، وين؟ المانيا، اي محل نعمل مظاهرات امام وزاره الداخليه وامام وزاره الخارجيه بانه يا جماعه الناس ديل اللي تدوم اقامات ديل هم اللي بيقتلونا في البلد وبجوا معانا في نفس المركب وبيقولوا هم من حصل لهم حاجه وهم ما حصل لهم اي شيء، هم اللي بيقتلونا ذاته. انا هنا كلام ده خلينا نصقه في روابطنا الاجتماعيه ونطالب بمباشرة ويهكرون ذاته. الحمد لله قالوا برفو، قالوا اللي هنا الفصل بتاعه برفو، أنا هنا نمشي نعمل مظاهرات أمام وزارة الداخلية وأنا هنا بنعرف نحدد لهم بأنه ده ما سوداني ذاته كويس، نحدد لهم خليه يقتلونا يخطونا في المكان يقتلوا الناس. أديني نقطة يا عربي، يا عربي اديني نقطة في بلد ده برضه نعرفه نوروا لهم وكان بدهم اقامه خليه يدوم عن طريقتهم هم غير ما يدوم بطريقه بلدنا. اديني نقطه يا رفيقي تفضل. اوكي الكلام ده انا قلته وفي ناس قالوا نحن جينا وقدمنا لجوء ونحن ذات الجنجويت قتلونا هناك في دارفور كذابين نحن هم من ذات الجنجويت. رفيقي اديني معك جانسي انا ما هاي. نحن ذاته الجنجويد كثرنا في دارفور
ونحن من المكون مكوناتنا ده ما كلنا نحن جنجوي. قول واحدة. جاي. أي. طيب. أيوة. نحن ذاته اتكوينا بين راجل جنجويت. انتوا كلامكم ده وجهوه للزول اللي بيعارضكم مثلا زي عيسى، زي الطاهر، زي ده منو يا اخي واد برلين، زي في ناس معينين نشطاء قاعد يطلعوا، ولا زول قاعد يعارضكم في الشارع ده. احنا جينا قدمنا رجوع، احنا ذاته متضررين من هيمتي ومسائلات. طيب تمام. قول واحد. ابناء الشمال قدموا ب 2013 مشاكل مع الحكومه، المظاهرات البتاع هناي، المهم وات نبا. الناس اللي قدموا لجوء وهم حتى ذاتهم في مكوناتهم جزء مشاركين في العملية وسكتوا ساكت خرسوا، نحن ما عندنا ما مشكلة، لكن في الميديا وفي تعليقاتهم وقاعدين معنا هنا قاعدين يعارضونا. أنا بتفق معك نسبة 300%، نعمل تظاهر ونجيب الناس بالكومنتات حقنا، الناس اللي كتبوا هنا كويس، والناس اللي قاعدين في بلجيكا وفي فرنسا، والناس زي عيسى مدريدي وميتا وديل اللي قاعدين يعارضونا، نكشف ملفاتهم انهم جهنا قالوا شنو بالضبط. يلا ده الكلام اللي انا داير نزل لك فوقه. اول حاجه الشعب السوداني كله المنكوب في جبال النوبه، المنكوبين في الشرق، المنكوبين الوين، المنكوبين عندهم طريقه بتاع التقديم بتاع اللجوء بتاعهم اللي قدموا به هنا وعندهم اقامات، ده معروف. نعم. علينا عندنا ناس قدموا اللجوء في دارفور ده، جو قدموا باسم دارفور. أنينا دارين نود زول يعمل لهم كنترول مننا وفينا، أنينا بنختار الزول نود نحط لهم يعمل لهم كنترول. أيضا خلي الحكومة الفرنسية يعمل إعادة نظر، حتى أنينا ذاته خلي يعمل لنا إعادة نظر في الإقامة بتاعنا. نرجو كلنا الأوبرا، نرجو كلنا المحاكم، وأنينا بعد ذاك نحدد لهم منو معانا في دارفور ومنو ما معانا. الزول اللي ما معانا في دارفور خليه وكيل ذاك أنينا نبركته نشوفه في ذاته محل. أهل وين؟ نعم. شيخ منو؟ أم ده بتاعه منو؟ شرطي بتاعه منو؟ نما نعرفه بأنه معانا في دارفور ده وحقا هو مظلوم. بعد ذلك نقول لفرنسيين أي والله زول ده مظلوم وعايز زول ده منكوب خليه يدو إقامة بتاعه. نعم. لكن ديل الحسي يا أخي ناس عديل كده بيجي بيقولوا والله قال وريناكم مزيكا هناك وجينا أخذنا ورق باسمكم، أخذنا إقامات باسمكم وقاعدين. نقتلوكم ونجوا هنا ندو بأنه علينا مظلومين وأدونا وقاعدين معاكم. يبقى علينا ما علينا الا نوضه للفرنسيين، ما علينا نوضه للبلاجيكا، للهولنديين، لكل المانيا، لبريطانيا، نوضه لهم كلهم. والكلام ده خليه يترسخ ونكلموا شبابنا في كل الروابط الاجتماعيه، ينظموا لنا مظاهره عامه في اي دوله، ينظموا لنا مظاهره امام الداخليه بتاعهم، ونوضه للداخليه بانه علينا بنجيب لكم ناس اللي بعرفوا قبائلنا المتواجدين في دارفور، علينا بنعرفهم. كان دارين تدوم انتو بعد ذلك إقامات بطريقتكم الخاصة، بتدوم ببلده وتدوم بإنساني، تدوم بطريقتكم الخاصة عدو. لكن بإسم بلدنا هنا الناس ديل عندنا معهم كيد وهم من البطلونة، وبعد ذلك بيجوا بيدووا هنا بأنه هم من دارفور، وفي نفس اللحظة هم ما من دارفور. يجب نعم. طيب كلام كويس، كلام كويس عشان ندي فرصه للاخرين. يلا الموضوع ده، يلا هسي دي مع المبادره لحظه. انا عامل دقيقه بس وبعد ما علينا نوصل الكلام ده لكل وزارات الخارجية والداخلية بتاع الدول اللي هنا مغيمين فوقه، نعمل مظاهرة كبرى في برلمان بتاع الاتحاد الأوروبي، بأنه برلمان بتاع الاتحاد الأوروبي ده يفرض للدول اللي في السيطرة بتاعه بأنه أي زول جقل من السودان ولا قاعد في السودان يعمل كنترول، يجيبوا زول ناس يعملوا لهم كنترول للناس اللي بدهم إقامات، يعرفوا الزول ده حقا عنده مشكلة ولا لا. حتى بعد ذلك يدوا إغامة، لكن ما يدوا إغامة لإرهابي بقتل أهلنا هناك وهم قاعدين هنا بيساهموا ليل ونهار، بدأوا أهلهم هناك عشان يقتلوا أهلنا. ده ما بركب. لابد رؤساء بتاع الروابط الاجتماعية بتاعنا، ونتمنى أن يكونوا في ناس موجودين هنا وأكتوا سكريم شوت، خليه يمشي للرؤساء بتاع الروابط بتاعنا الاجتماعية الموجودة في الدول الأوروبية بأنه إخواننا استعدوا علينا نقدم شكوى ضد الناس الاخر اقامات باسمنا وموجودين هنا في فرنسا ويوميا بيسيئونا وبيقلوا في عدمهم وعاملين فيها هم الاستخبارات بتاع هيمتي، عاملين فيها مخابرات بتاع هيمتي قاعدين هنا. ده انا لازم نحدد مصيرهم. في زول قبل كده لابس نظاره في وشه وقاعد، انت قاعد تقول له اقلع النظاره اقلع النظاره ابا يقلع النظاره، زول ده جنجويدي
مو مع سوداني. ايوه صوتك جنجويلي ومع سوداني، انا متاكد من الكلام ده. ايوه، صوتك ذكرتني سوداني، ذكرتني. صوتك جنجويلي، جنجويلي ومع سوداني، جنجويلي تشادي، ولا كمان جنجويلي مالي. نعم هو كتار دي ده اخر يسمى واحد بقتل هيلو نمن ياخذ اقامه بالله، بعد شويه تمشي تلقاه لك في برج ايفل متصور ومفنكش ومتهنكش عامل فيها الديناصور هو ذاته. يا انا هدى يا لازم هدى نقدر نحدد مصيره. يا هدى يا رفيقي يا هدى هاي وينو؟ هاي ده يا هدى ده هو هاي ايوه يا هدى، بالضبط ده هو. ده هو عامل زي القذافي ده. عامل كده زي القزام، ده هو ذاته. ايوه يا هدى، ده علينا عندنا اللبس زي ده على الاقل في السودان، عندنا دول بلبس لبس زي ده في السودان عندنا. لا ده لا من لا مالي، ده من مالي، ده لبس ما. مالي ما سوداني. وهسي كان جيت بركبته هنا تلقى امشي فطش، ولا فرنسيين ذاته خليه يقلب الدوسيه بتاع الزول ده، يلقوه هو مقدم سوداني وبانه دقوه وجنجويد عملوا له فعلوا له وتركوا له وجرى جه هنا. ما جنجويد دقوه ولا طردوه لانه ده العهد. هم جو بهجه انه لقوا فرصه بانه الناس ده بقدموا لجوء هناك بانه حصل لهم كوارث وبقدموا اقامات. انا هنا جنجويد ده ذاته جابوا لنا عمر بشير. عمر بشير كان ما بقولنا بالجيش السوداني، وبعد عرف بانه الجيش السوداني انهزم ما بقدر بحارب اكثر من ده، قام جاب جنجويد. والجنجويد ده هو سيطر على السودان من كان بحاربونا نينا، بحاربوا اهلنا المدنيين، وكانوا بحاربوا حركات حركاتنا الاساسي استسلموا لنفسهم. ديل كان بحاربوا ديل وفشلوا في انه يهزمون، لذلك الناس ديل يعني لقوا نفسهم بانه علينا يعني لازم نفرض نفسنا في السودان ده، وفرضوا فينا نفسهم هسه في السودان على الشعب طيب السوداني طيب طيب تستيقظ طيب الناس دي. طيب يلا، في ناس يعني شكوا كتير برضو من إيسا، وإيسا هو طبعا من كردفان وموجود في عيسى فرنسا. والتبوك من كردفان، أيوة، عيسى و والتبوك من كردفان. قدم لجوء هنا، وزي ما شايف هسي مساند الجنجويد ومساند تناي، ويومي بنبزنا، ودي مبادرة طيبة جدا. نبدأ بإيسا وبالدولة بنضارة وبود برلين شفت الشلوليات دي، جت لازم يتم ايقافهم هنا في البلد ده. يلا كلامي انا قاعد نقوله حسي يبش من انت ايسا حرك، وبش من احنا غيره عندنا وبش رابطه من هنا غيره هنا بنحركها، عندنا. والرابطه الرئيس بتاع الرابطه ده يعني انا اسي يعني قاعد امشي له البيت طوالي، وانت حرك الروابط حقتكم، والكلام ما كله يكون كلام ساكت، كلام يكون خلاص كلام ناي. خلاص وبعدك انت والكلام ده عندك رقم تلفوني، اي دق عندي لي تليفون عشان نطلع له لايف كمان. خلاص عندي رقم تليفونك، وانا نعمل لك تليفون عشان نطلع لايف في الموضوع ده بالذات، وانا هنا نعرفه نتكلموا في ياتو محل عشان نمشي نهدده مصير بتاع الناس اللي بيسيئونا وقاعدين معانا هنا وقدموا